سؤال 101، هنا مطلوب مني انه افهم السؤال. فورسيتي ان كوفيشنت اوف فريكشن ميو ان سيريتي ان انجل الفا، ذا فورس بي ريكوايرد تو رايز ام از 4 كيلو نيوتن. اذا القوه بي اللازمه لترفع هذا الام هي 4 كيلو نيوتن. معناه من خلال هذا الكلام راح اسوي معادله رقم 1، بانه تي 2 يساوي تي 1 يوس ميو بيتا. فالتي 2 القوة الكبيرة هي بي، على اعتبار انه قال لي قوة البي اللازمة لكي ترفع الماس ام، اذا قوة البي هي الاكبر اللي هي تساوي 4 كيلو نيوتن. اذا قوة البي اللي هي 4 كيلو نيوتن هي بالتي 2، والدبليو اللي هو ام في 9.81 هو بالتي 1. اي اس ميو بيتا معادلة رقم 1. بعدها قال لي and that required to lower m at a constant slow speed is 1.6 كيلو نيوتن. يعني خلينا نقول القوة المينيمم اللازمة لكي تنزل، او معناها ترجح كفة الماس ام، بمعنى انه تكون هي الاثقل. هذه القوة المينيمم عند البي هي 1.6 كيلو نيوتن. اذا لما تكون البي 1.6 كيلو نيوتن فالماس راح تنزل، راح تكون هي الاثقل. فاذا دبليو هذه مره يساوي البي اي اس ميو بيتا، فالدبليو ام في 9.81 والبي هي 1.6. اذا لما تكون البي 1.6 فالماس راح تنزل، معناها هي تكون الاثقل. فصارت عندي معادلتين، من خلال هذه المعادلتين يقول لي كالكوليت ذا ماس ام. اذا معادلتين نحلهم انيا، على سبيل المثال هو قسم المعادله الاولى على المعادله الثانيه. فبالتالي 4 في الف تقسيم ام في 9.81 من هذا الطرف، ومن الطرف الثاني ام في 9.81 تقسيم 1.6 في الف، على اعتبار انه اي اس ميو بيتا ويا اي اس ميو بيتا يختفي. وصارت عندي هذه معادله. طبعا هنا ممنوع اختصر بسط ويا مقام من الطرف الثاني، لانه هنا اختصر بسط ويا بسط ومقام ويا مقام. اذا هذه الام في 9.81 اضربها في ام في 9.81 تصير ام في 9.81 تربيع، وهنا 1.6 في الف 1600، 1600 في 4000، 1600 في 4000، منها حيطلع لي ام تربيع و 9.81 تربيع. هذه 9.81 تربيع لو اقسم عليها فبالتالي صار ام تربيع يساوي 4000 في 1600 على 9.81 تربيع. نطلع قيمه هذا المقدار وناخذ الجذر مالته، يطلع عندي الام 257.88.